هناخد الأسئلة وإن شاء الله سلام، نجيبها ازيك يا كلها. دكتورة؟ أنا بقالي كتير دايخة عليك يا يا دكتورة، خبر فينك؟ أبيض، ازيك؟ لو كل كنت سنة أعلم أين طيبة. أنت لأتيتك. الله يكرمك، أهلا، أنا عارفة إن كل الذوق. الله بصي أنا يخليك يا رب. هكلمك بسرعة لأني خدتوا مني الكارت مرتين. لا أنا الحاجة أرجو إن أخويا إحنا أرجو نبقى خدنا التليفون يا هويدا، عشان لو خط أم حسن انقطع يبقى نتصل مش بحضرتك. معايا، بيبقى عندك رفض. طب مش اتفضلي، معايا وبقالي أكتر من أسبوع بدور عليكي وبقالي طب كتير. اتفضلي يا بصي يا ست أم ستي، حسن، باختصار اتفضلي. بسيط دلوقتي، أنا جوزي بقاله سنة ونص عامل حادثة وقاعد وتعبان، وربنا كرمه شوية وعالجناه وسافر، مفيش شغل. دلوقتي أنا لو طلبت منه الطلاق عشان آخد معاش أبويا الضابط، هل أنا حرام؟ بس أنا لو طلبت منه الطلاق هو هيجرى له حاجة، لأني بقالي 29 سنة زوجة معاه. وهو تعبان جدا ومفيش راس مال عندنا، وبعت شقه الزوجيه وبعت كل ذهبي وبعت كل حالي ومش لاقي ياكل، واسناني وقعت ومش عارفه اركبها، وعايز 7000 اسنان، مش عارفه اكل حاجه، مش عارفه اشرب حاجه، وربنا يعلم بيا، واللي فيا مكفيني، معايا 3 رجاله بسم الله ما شاء الله، يعني كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله، مش عارفه اعمل ايه. انا بقول لك الناس دي، طب الناس اللي انا معاها بس قبل بلدين. ما الكارت يقطع قولي لي ايه الاتصال، رايك؟ انا بس لو انا طلبت حضرتك منه هتسمعيني من الطلاق، التلفزيون ان شاء الله، بس انا تعبانه جدا نفسيا اسال الله وذهنيا. بصي التيسير انا عندي وفك ضغط الكرب. وسكر وعندي جلطه في المخ، ورجلي مش شفاك قادره الله اقف العظيم. عليها، هويدا مش عارفه ناخد رقم اعمل ايه. التليفون، الدنيا قفلت في وشي، افتحيها لي ربنا يفتحها ربنا اللي لي. انا بيفتح. ممكن اناشد الرئيس بقول له انا مش عارفه اعيش لا في ده بلدي. انا هناشد بالنيابه عن حضرتك، اشكرك على التليفون يا الرئيس ام محمد حسن. صبحي يديني معاش ابويا باستثناء، وبصي قولي له انا مش هاخده كتير، انا عيانه وحمود خلاص، حتى لو طب يا هو ام حسن اداهولي مش ان هاخده شاء الله في كتير، قلوب رحيمه ان انا شاء الله. تعبانه. وهو الراجل انا لو طلبت منه الطلاق هيقع من طوله يموت، يبقى خربنا البيت من جميع النواحي. مش عارفه اعمل ايه، استني لما اقفل وكلميني انا انا بس اسمعك عشان انا قافله حاضر حاضر، التليفون. بس انا عايزه ناخد رقم التليفون، فاذا ما حد سأل على ست ام حسن يبقى معانا الرقم. هويدا ناخد التليفون. طيب طب انا بناشد ان احنا يعني لو حد من الجهات المعنيه يعني ارجو ان يكون في نوع من التواصل ما بيننا. شكرا يا ام حسن على التليفون. ما بيننا، ما بين قلوب عابره، وما بين جهه من الجهات اللي تقدر تقدم المساعدات للناس، بس جهه تكون مسؤوله معتمده، بحيث ان احنا لما بيبقى في حالات زي كده نحول الحالات دي عليها، لان احنا يعني كبرنامج صعب علينا ان احنا نقوم بهذه المهمه، لانه دي مش من اختصاصنا، ويشق على الانسان انه احنا يعني، وليس من الامانه انه الانسان ينسب لنفسه دور هيقدر يقوم بيه وما يبقاش في طاقته انه يقدر يقوم بيه. فأم حسن بدل ما نلجأ بيها لأنها تطلب الطلاق عشان تضطر تاخد المعاش بتاع والدها، فأرجو أن يكون حد سمعنا من الجهات المختصة بأنه يتولى حالة أم حسن، وأرجو أن احنا نكون خدنا رقم تليفونها في الكنترول نعطيها ونعلن الأمر إزاي. أرجو إن شاء الله يكون في تيسير يا أم حسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفك الكرب وما نلجأش إلى مسألة الطلاق، هذا ما أرجوه إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير.